مساحتنا التالية مميزة راح تكون مع عالم الكتاب، فأعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. محطتنا التالية مع دنيا الكتاب، العالم الساحر المليء بالمعرفة، فكيف لو كانت هذه المعرفة في أيام رمضان؟ أكيد نرمين وقراءات الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، وأيضا مبادرات الناشرين السوريين وغيرها من الأمور المتعرف عليها أكيد مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. سعد صباحك. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. انت بألف خير. وتضلوا دائما بخير ويضل صباحنا مشرق ومنور بوجودك. غير بوجودك ان شاء الله يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. مرحبا. الله يسلمك. بدايه خلينا نحكي مع حضرتك عن قراءات الشهر الفضيل واكثر الكتب المطلوبه. هلا شهر رمضان المبارك له طقوسه المعتاده الشخصيه لكل انسان. صحيح. لكن مع ذلك في بعض الاحيان ممكن كثير من الناس تقول القراءه تصبح ليست من الاولويات، لكن وبكل امانه وبكل صراحه بمجتمعنا ان كان السوري وان كان العربي تعتبر القراءه من الاولويات الاساسيه حتى بشهر رمضان المبارك. لكن فينا نقول انه هي تاخذ طابع ايماني، تاخذ طابع روحاني اكثر مما تاخذ طابع المعرفة بشكل الكامل المتكامل. تأخذ يعني الكتب العلمية تصبح في هذا الشهر هي الأقل قراءة، تأخذ الطابع الديني المباشر. هذه الكتب اللي هي تقريبا يصبح الآن عليها الإقبال، قراءة القرآن الكريم من القراءات الأساسية أيضا في شهر رمضان المبارك، قراءة القصص والسير النبوية الشريفة أو سير النبلاء أو سير الصحابة أو هذه بتأخذ عند الإنسان طابع مهم جدا، خصيصا نحن اليوم ورمضان ترافق هذا العام مع الحظر، فأجانا خليني أقول تحفيز آخر للقراءة. ونحن وقت منقول القراءة بشهر رمضان ما يفوتنا نحن الأساسية في القراءة، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه أساسية الآية القرآنية اللي ربنا عز وجل وهي أول آية قرآنية نزلت، فإذا القراءة هي أساسيات تحث الإنسان على الازدياد في المعرفة والازدياد في العلم والازدياد أيضا في التفاعل مع المجتمع بكل أبعاده. فالقراءة هي روح، هي صناعة إنسان، هي تجديد، هي تطوير. رغم الواقع الآن بتحسي أن القراءة هي حل، يعني نحن اليوم فينا نقول القراءة بهذا الجائحة وهذا الوباء اللي نحن الآن فيه هي حل، هي حل لخليني أقول الخروج من الواقع اللي احنا فيه ولو بشهر رمضان. فينا نقول كمان هي استثمار لوقت يعني بالإفادة، يحقق الإفادة طبعا، بحقق لنا شيء ممكن نحن نستفيد منه. في كثير ناس ما بتحب القراءة ولكن بفترة الحظر هي يعني صارت تقرأ، تعودت طبعاً. صارت تمل إذا ما قرأت. حضرتكم كان لكم مبادرات يعني بالظروف الاستثنائية بكورونا، كان مبادراتكم هي مثل مبادرة خليك بالبيت، خليك في البيت، تصوير الكتروني كانت قديش يعني كمان ايضا لعدم انه الانسان انه ما يقدر هو يقتني كتاب، انه وفرتوا عليه ايضا انه هو قاعد ببيته بيقدر هو يتصفح الكتب يعني حتى اللي بيرغبه هو. هلا هو عزيزتي نحن المبادره هي الى شقين. تفضل. وقت بتقول اقرا وخليك في البيت، فانت عندك اما قراءه كتاب ورقي. صحيح. يعني نحن عم نحاول كنا نأمن هذا الكتاب الورقي إلى المنازل. يعني أنت منعطيك خيارات، منعطي عليهم حسومات، وحسومات على فكرة كبيرة قدمها اتحاد الناشرين بالتعاون مع أعضائه للقراء بشكل كتير مهم، وكانت هذه الحسومات على فكرة لاقت إقبال جيد بالمجتمع السوري عموما. أيضا في قراءة تانية واللي هي أنا فيني أعتبرها صار فيها نوع من أنواع التحفيز. نعم. القراءة الإلكترونية اللي هي نحن قدمنا عديد من الكتب إن كان عن طريق البي دي إف أو عن طريق الإيباب،
هذه الكتب مسوقة إلكترونيا وموجودة على مواقع الإنترنت إن كان تبع الاتحاد الناشرين، نعم، أو إن كانت أيضا بشكل أكبر وأعم وأشمل على مواقع ناشريننا، يعني على مواقع طبعا في الأعضاء حقوق ملكية أكيد PDF ممكن مشان طبعاً صحيح. طبعاً نحن وقت نشتغل ضمن أساس الملكية الفكرية، لأنه نحن بالأساس عم نتعامل مع ناشريننا نحن، ما عم نجيب كتب أخرى. هدول سوت خليني أقول قفزة في الاستخدام الإلكتروني، وأنا فيني أحكي بهالنقطة هاي. نحن اليوم بصراحة أزمة كورونا بكل مجتمعنا السوري، إذا أنت كنتي بتلاحظي انه نحن كنا ماشيين على الواقع الالكتروني او خليني اقول الرقمي اللي هو ببطء، ان كان من ناحيه التسويق، ان كان من ناحيه الشراء، ان كان من ناحيه التعاطي مع هذا الجانب. لكن اليوم من خلال خليني اقول احدى نتائج الجيده لازمه كورونا انه جعلت هذا المجتمع ان ينتقل الى الواقع الرقمي بشكل جيد. يعني وجعلنا مثلا كتير نقول انه نحن صار لازم يكون في عنا تسويق الكتروني، صار في عنا شراء الكتروني. اذا في الان في دراسات كتير كبيرة بموضوع ان يصير تفعيل البطاقة المصرفية، لكل انسان يكون في عنده بطاقة مصرفية بامكانك تروحي تشتري من خلال بدون ما تدفعي ورق. يعني هذا كله جعل هذا النوع من التعاطي الإلكتروني. ونحن كناشرين من أكثر الناس يلي خليني أقول فينا نقول استثمرنا هذا الواقع الإلكتروني، إن كان عن طريق تسويق كتبنا الورقية لقرائنا بكل المحافظات، وعلى فكرة حتى فيني أقول نحن ساوينا فكرة جديدة، نعم، واللي هو التوصيل المجاني. وفي بعض الأحيان مثلا هقول نحن اليوم جانا طلب لرواية بريف حلب، سعر الرواية 1500 ليرة، نعم، وإجرة التوصيلة في بعض الأحيان لريف حلب قد تكون موازي ل 1500. لذلك نحن عطينا المواطن التوصيل المجاني عن طريق اتحاد الناشرين. هذا عطى على فكرة إيجابية كبيرة وعطى تطور كبير في خلال هذه الأزمة، وصار في خليني أقول تفاعل بين القارئ وبين الناشر، وعطى بصراحة اندفاع كبير أكثر للقراءة، وخصيصا القراءة بشهر رمضان صار بصراحة كتير إقبال واسع على طبعات القرآن الكريم بكل أحجامه، نعم، رغم أنه نحن في إغلاق المساجد الآن. خليني أقول فتحوها هلأ إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بتفتح كل سوريا وبتفتح كل منافذها، وبالذات المشهد الديني أو المشهد الثقافي. أو أنا حتى بتمنى أنا أسمع اليوم بالقريب بالمرة الثانية تقليني فتحت التجمعات الثقافية، صار في إمكانيات نشوف محاضرات وندوات ومعارض إن شاء الله. وكمان حتى على الصعيد الرياضي ممكن نحن نقول نشوف بكرة مباريات لكرة القدم، نروح أنا وياكي على ملعب الجلاء نحضر مباراة نشوف هذا الواقع. يعني نحس قريبا أنه نحن ترجع الحياة الطبيعية، لكن ما بدنا حقيقة نحس بيأس بقدر ما بدنا نحس بأمل. وهذا الفترة يلي كانت عصيبة وبدأت خليني أقول تتفكفك شيئا يعني فشيئا، نحن عم نشوف ملامح الانفراج، ومثل ما ذكرنا بعض المساجد او المساجد فتحت، ولكن يعني مع اجراءات الوقايه، مع اتباع اجراءات الوقايه واهميه التباعد الاجتماعي اللي دائما بننوه عليه، فحتى لو رجعت ما بدنا نرجع لهي التجمعات. تمام، وانا بدي نقطه مهمه هي بدنا نركز على موضوع المساجد. اليوم نحن كلياتنا اليوم متجهين بعد تقريبا ساعه من الان الى المساجد. المساجد عطت على فكرة، وأنا اسمحوا لي بهالمناسبة أشكر السيد وزير الأوقاف على هذا الجهد الكبير اللي أدى بهذا اليوم، اللي هن بدت انفتاح المساجد وفتح الأبواب بدها تعطينا أمل قادم بأنه بكرة الأسواق كلها ستفتح، ستعطينا مثل ما قلت لكم المشاهد الثقافية، حنشوف معارض، حنشوف إن شاء الله. يعني هذا رؤية جديدة. لكن أنا بتمنى
الانضباط الكبير من المواطنين، الوعي الذاتي مثل ما قلتي، نحس كلياتنا انه نحن رايحين الى المساجد الى رؤية جديدة، رايحين خليني اقول مو التباعد الاجتماعي حقيقة هو ضرورة، ولكن في تقارب، خليني اقول انا دائما سميته عليه التقارب الشخصي، هو موجود في محبة وفي مودة، لكن نبعد شوي لا تلغي هذه المحبة وهذه المودة. أستاذة هيسا ما فينا نختم معك، ولكن بدنا نسألك عن موضوع معرض الكتاب. جميع المعارض أجلت للعام القادم. خلينا نحكي عن رؤيتكم لمعرض الكتاب، كيف حيكون للسنة القادمة؟ معارض بسوريا تأجلت، وأهم معرض تأجل هو معرض دمشق الدولي، طبعا تأجل لعام 2021، ومعرض الكتاب كمان. ومعرض الكتاب من بيناتهم. طبعا نحن اليوم بتأجيل هذه المعارض ما حنضل واقفين أو حنقول نحن حنضل نحن قبلانين بهذا التأجيل. نحن حنلاقي حلول، وبأكد دائما الكترونية. ربما قريبا حتسمعوا عن كان لكم تعاون عفوا مع وزارة الصحة بمبادرة معينة كان، بس احكي لنا هيك باختصار قبل ما نختم، بس تكمل فكرتي. نحن قريبا بدنا نساوي معرض افتراضي، يعني أول مرة كتاب، يعني قائم معرض الكتاب ولكن افتراضي، مش زي معرض كتاب، لكن هو خليني أقول حل بديل معرض افتراضي قريبا، وحيقوم فيه اتحاد الناشرين السوريين. وهذا وحيكون حنحاول نساويه بنفس توقيت معرض الكتاب، عشان تحس الناس انه هي ما بتعديت عن القراءة وعن المتابعة بقراءة. ما حيروح عليهم شيء، اكيد ما حيروح عليهم شيء، وحنضل متابعين الله. والقراءة موجودة بحسومات كبيرة، وحنقدم توصيل كبير، حنساعد هذا الكلام للناس. بالنسبة للمبادرة اللي قامت فيها اتحاد الناشرين، نحن اليوم نزلاء الحجر الصحي، السادة المواطنين اللي عم يجوا الان امبارح نقول لهم الحمد لله على السلامة، الطائرة المصرية السورية القادمة من مصر يلي وصلوا مثلا، فهدول حيكون في عندهم حجر صحي مدته 14 يوم، فعطيناهم نحن مجموعة من الكتب العلمية والثقافية والروايات لوزارة الصحة مشان تقدم لهم إياها في الفنادق يلي هن عم ينزلوا فيها، في أماكن الحجر الصحي يلي هن عم يقعدوا فيه، يكون في لهم خليني أقول وجبة من القراءة، نوع كمان من الترفيه. نحن قدمناه باتحاد الناشرين، وأنا بهالمنبر كمان بدي أشكر الناشرين السوريين على كرمهم بإعطاء هذه المبادرة، وإذا لقينا تجاوب من القراء ممكن نساوي مبادرة تانية ونقدم لهم كمان شيء تاني بهذا الكلام. تمام، يعني بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، بدنا نتمنى لكم التوفيق بجميع المبادرات اللي عم بتقوموا فيها، وإن شاء الله يا رب تفرج على جميع العالم وعلى سوريا خاصة. رمضان كريم عليك وعلى عائلتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، بدي نضل نحن كلياتنا عايشين بأمل بأنه القادم أفضل، أكيد ونضل عايشين بأنه نحن رؤيتنا القادمة الأحسن، وكل عام وأنتم بخير، وبالمرة القادمة شكرا لك. كورونا انتهت. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك.